صباح الخير. اليوم يا عيال انا زبنت هنا لان الهواء بيخرب الصوت حق المايك، ولكن طالب مايك رايح اروح اجيبه الان، طالبه من امازون، لكن اول مره كذا استلم حاطين كانه في مكان تروح تحط الرمز وتاخذ شحنتك. ما عمري ابد سويت الحركه ذي، فخلونا نروح نجربها مع بعض. اوكي اوكي، المايك الجديد لازم نجربه اليوم. طبعا يا عيال وصلت، هذا هو، اتوقع ان هذا هو. المفروض ان الشحنه استلمها من هنا اذا ما خاب ظني. ثلاث دقائق. I have an order from Amazon. What's the name? No one. What was the code? That was the code, 64. Thank you. طلعنا، طلع من نفس البقالة، عنده بقالة يحطون فيها الشحنة، غريبة، كان بخاطر اني احط الكود. بس يلا، نرجع لسالة الشحنات، مايك وكتكات، نجرب ان شاء الله اليوم. طبعا البيت ما فيه احد، اللهم لك الحمد، طايحين طالعين. ما وريتك بالبيت، خلونا نوريك، نرجع من جديد نوريكم. طبعا هنا اول ما تدخل، هنا لا اله الا الله انك تتروش، حمام الله يكرمكم يعني، وهنا غرفتي، تمشي من هنا، غرفة الجدة. ما بيصورها، تمشي من هنا، تمشي تمشي تمشي، هنا راح يكون المطبخ، هنا تحط كل شيء تبيه، هنا الثلاجة، احط اغراضي هنا، بعد برضه هنا بتكون غرفة الطعام، وبرضه هنا غرفة انك تتابع وتاكل تسوي كل شيء. هذا البس نايم دايم. طيب يا عيال، اول شيء خلونا نروح نفتح الشحنة. اول شحنة اتوقع انها الديدكات هذه، اذا ما خاب ظني. يب، هذا الديدكات اللي راح يعزل نرجع. هذا الديدكات راح يعزل الصوت من الهواء، فهمتم؟ يعني ما يكون، ما هو انا اتكلم يقول شوش شوش، فهمتم؟ ما تفهمون كلامي. طيب هذا هو. والشحنه الثانيه اللي هي اهم شيء، المايك. المايك رود، ما بغيت اخذ المايك ذاك اللي عندي اللي يمكن قيمته 1000 وشيء، لاني ما ودي اخذ مايكين وانا عندي يعني واحد ثاني، فاخذت واحد بنوع ثاني على الاقل استفيد منه بعدين. طيب يقطع ام القهر، هذا يجي مع ديدكات. وانا شاري ديدكات يا اخي، لعن ام القهر. بس عليه. شوف هذا المايك تشبكه تمام، وهذا يكون مع ديدكات اوريدي يعني شابك معه، وانا شاري واحد ثاني جديد. الشيء هذا شكلي بستفيد منه بعدين، ما راح احط الشيء. طيب طريقة كيف انك تشبكه، تقول بسم الله، او خلوني اشبكه وارجع لكم. طبعا الحين اتوقع انه جاهز يا عيال، باقي بس اني اشبكه بالمايك ونشوف الصوت بعد المايك. كيف المايك يا عيال؟ اتوقع انه عجبكم، يا رب انه يكون شيء حلو صدق، لاني كلفني مبلغ، وزايد ان يعني ما يصح انه كذا ما يصير شيء حلو. فليتس جو. صح، ما وريتك بالباك جراوند حق الغرفه حق البس قومته، انا اسف. بسبوسي بسبوسي، هاي، هاو ار يو، سي هاي تو ماي فلوج. هاي، مو ودي المسك، احسك وسخ. نبدا هذا الفيو حقنا، يعني تقريبا جميل، نوعا ما جميل. بصور معك سيلفي عادي. يبغى تسوي شيء؟ ابليس مو معبرني. طبعا اللي متابعني بسناب يدري ان هذا اكثر بس مو معبرني كذا يسحب علي. فليتس جو للجدول الجديد. في جدول اليوم ان شاء الله بيعجبكم. ليتس جو. طلبت هوت شوكليت، راح اجربه، ما ادري عاد كيف طعمه، بس بجربه لان الاشتراك مره رخيص، فما ادري كيف الطعم، ما اتوقع الطعم بيجيك باللذينة على الاشتراك ذا. يب، خلونا الحين نروح لما العيال مجتمعين. وين؟ بالاي سي سكول، هذا دائما نجتمع احنا والطلاب، نجتمع بعدها نروح للسفن سيستر. يب. لا الو، لا لا، اخيرا فاينلي فاينلي. وش اللك الجديد ذا؟ حق البيت، حق البيت. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. بس بشتري سروال، لازم اشتري سروال ضروري. ما يمدي والله، ما يمدي. كم باقي؟ باقي 3 دقائق. هو اي باص حنا 27 ولا 13 اسمه 3 دقائق. اوه يا رجال، برد ما يحتاج ناس بحيل، ما يحتاج. اي ما عليك، لازم نرجع اكيد مره ثانيه. اكيد اكيد، ابشر ان شاء الله. بكره لويز، بكره لويز، لويز ايه، ممكن يكون في فلوك حلو ان شاء الله. اوكي لويز. No, not that one. طلع هيا. طيب
مشوار ساعة الخط. هذول قاعدين يتكعبون دوري. لا لا حقهم والله بتكعب كثير ساعة نص ساعة. يلا كذا كل شيء وش يهون كل شيء يهون اللي نتابعه. يلا let's go let's go here yeah from where yo هي المنظر رب جميل راسي راسي بغيت انقبع كله عشان المتابعين كل شيء كل شيء يهون يهون لكم والله صدق قاعد اتعب اتعب علشان بغيت انقبع تعبان بعد اعطوني لايك يلا مشينا وين وين جاء الثاني ها نعم صرناك يلا 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 عيال سيف سيستر سيف سيستر يمين ولا يسار روح يسار من هنا يلا بس انت بس يلا اوكي يلا ليتس جو ليتس جو اف يو وونت تو رايف ايرلي يو هاف تو فولو مي ليتس جو ليتس جو اور ليدر يلا يا اوف كورس يو هاف اني داوت نو 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 اوكي ناو وير ليدرنا ها ليدرنا ضاع ليتس جو يلا يلا بس الصدق الصدق مبدئيا والله المكان حلو مبدئيا الجو بعد معطيها كذا شكل اي مكان اختاره حلو اكيد ترى هذا للبيش ترى اي بسيط صار البيتش ستايل بيتش اي بس ما في شمس الحين ما في شمس ترجع ما راح تستفيد منها لا لا خلاص اوكي ليتس جو ضيعين والله ضيعين ما يدرون وين اي ويل بي او او يبلي ذا ليدر يو هاف تو جاست فولو مي القائد انا بس والله المبدئيا المكان يفوز الجو الجو معطي كذا لمسه حلوه كذا جميله نو اي ثينك اتس رونج واي دقيقه خلني اشوف جوجل يو هاف تو جو لايك فروم ذس واي وي كانت واي اجل انا خلاص اسحب الليدر ها والله صدق بخاطري اجرب ذي ترى والله بخاطري اجرب ذي هذه زي اللي وش هو والله شيء بسيط تكفون ما في شيء بشيء بس كم سعره دقائق اوكي اي ونت تو اسك يو هاو ماتش ذس وين ويل كلوز ذس وان اند هاو ماتش اتس كوست وي هاف نوت افيلبل توداي اوكي وي كلوز ات 5 توداي لاست هاي از جون اوت اوكي بت هاو ماتش اتس كوست 15 pounds an hour. 15. Double. This is 25 pounds an hour. Four beds. Sorry. Four two beds. Yeah, yeah. Yeah, that's a two-person kayak, yes. And then over here we have the kata canoe. That's 45 pounds an hour. Our paddleboards are 15 pounds an hour. Oh. Then we have the giant paddleboard there. بس إنه ما في شيء اليوم صح؟ That's good. يقول مقفل اليوم. Yeah, yeah. Today already not available. Okay, thank you. يلا ما عليه. والله كان بيجيك شيء حلو. We have to walk. عربي عربي عربي. I'm so sorry. عربي سلف عربي. بنمشي 40 دقيقة. يلا. يلا let's go. In Spain. Gracias. Gracias. شكرا صح. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. And tranquilo. It's be slowly. It's like take it easy. Take it easy. Tranquilo. والله إني إسباني. I'm from Spain. لما يدري صار دولي رايحين للسفن سيستر كذا فجأة خشوا معنا من اسبانيا فالفلوق اذا في حد طلع ما لي دخل ترى ما نعرفهم ولا يعرفونه بس انه رايحين للسفن سيستر مع بعض كلنا اوكي 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 يو ويل بي اور ليدر ها يو ويل فولو خالد طيب اللي هو بعد بكره عندي والله صباح شوفوا احنا بالطريق كذا جاء جنبنا نهر ما ادري اذا صوتي واضح بس هذا نهر والله يا اخي شيء والله صدق من افضل الاجواء يعني اللي يحس افضل من مكان يحس اني راح اروح له مره مكان حلو وات 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 قاعد اسولف لهم عن المكان عن البحر انه صدق مكان حلو عندنا بحر ها هذا نهر قصدي نهر زين زبد صح زبد البحر صح يا صح عليك البحر شفت مثقف شوف مثقف والله اني مثقف بس والله صدق مكان احس انه وفقنا فيه ولازم اني اروح اماكن زي كذا عشان صدق اشوف هو كله باقي لي 4 ايام الحق علي ايه لا لازم ولا زيدنا على انه وشو كثير صاروا يستمتعون في الفلوج فضروري اني متعكم اني اوديكم اماكن حلوه بكره بنروح مدينه حلوه فيها نهر
عاد شو الفلوق الجاي على حس على حساء على ايش كيف اقول لكم ما ندري شنو نقول بس وصلت اي يعني اللي يودينا صالح يعني اي الفلوق اللي صار خايس ما يدخل صراحه الحين 7 سيستر اذا كان خايس خلاص ما عاد اروح معك نهائيا ليه والله حلو المكان ما ادري يمكن ما يعجبهم لا لا يعجبهم لا الحين يعجبهم غصب يعجبهم غصب لا الحين يعجبهم غصب لا الحين لازم يحط لايك واصل لا لازم يعجبهم الحين خلاص أمت يا بي كيرفول خليك على خفيف يا ماي كاو بس انت دي بوب everywhere يعني زبدة يعني الله يكرمكم خرب كل مكان ماي كاو ايه هاي والله ابي الجرس يتحرك هذا شفت الجرس ذا شوف اللي تحتها بالضبط ترى زين ايش قال سمعت قال لا قال خرشت يقول مشكله مشاهير والله مشكله علشانهم والله علشانهم انا يا حظي متابعيني كم 201 مستانس انا يعني ترى مشهور انا مستانس انا 201 201 تراني مشهور الحين تشون كوين خلاص والله صدق اني استمتع وانا اصور لكم اهم شيء يعجبكم اهم شيء لايك شادي ربي من افضل الاماكن صدق مره احس احسن مكان احس فلوق بيصير حلو ايام عليكم مشاعري ادري خرب اسوي الهوى مره كثير الهوى انا نسيت اللغه العربيه الزبده هذا المكان تقريبا خلاص قدامنا سفن سيستر عباره عن سبع جبال اتوقع قيلت زي كذا فهمت ويت فهمتم فبيكون البحر وراي بالضبط زي ما تشوفون وبيمر عليه النهر النهر راح يروح يكون كانه قاطع شفتوا النهر اللي صورته هو جاي من البحر ذا لا والله قصة صدق نواف معلومه جديده ايش اسوي بس الصدق الصدق المكان مره يفوز وتشوفون شوفوا الجبل اللي ورا شوف ذا هذا منظر السفن سيستر لا مو ذا اصبر لف شوي لا اي هذا 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 السفن سيستر الحين بس والله صدق صدق يفوز المكان كم من الصدق انا قاعد اشوف انه الحين فزنا بالجو بالمكان بالوقت ثلاث اشياء دي فزنا فيها هذه ثلاث اشياء الصراحه توفقنا فيها والله الوقت علشاني انا تاخرته صح اخذتنا بس صدق الجو بس الحمد لله توفقنا بس يفوز الجو ترى صدق في معلومة يقولونها ان انك لما مشيت فوق الجبل ذاك ما تمشي على الحافة اي لا تمشي على الابيض تتقلب ما تتقلب ولا الهوى يكون قوي مرة فيعني تقريبا ممكن تصور السلام عليكم فلق طايح بالماء اسمع صوت القط عظم ما له داعي فلازم تكون مرة بعيد صدق هذه بعد معلومة للي بيجي للسفن سيستر مرة لا تقربون على الحافة لان هوا قوة احنا وحنا تحت في قوة هوا مرة قوية فهمتم كيف قوة هوا اتوقع فهمتم هو يا رب انكم تسمعوني زين يا رب لان ما ادري اذا تسمعوني زين ولا لا لان هو قوه هوا يا رب الفلق ما يخرب بس الزبدة اشوف المكان ما اقدر احس انه ودي اتقدم بس مكان مره يخوف بس انه بعد برضه جميل هذا السفن سيستر كيف السفن سيستر انه يكون فيه مرتفع زي ما تشوفون هنا يكون فيه مرتفع يا عيال يكون مرتفع ونازل مرتفع ونازل هذه تقريبا سبع مرتفعات ونازل كذا انتم بيسمونها السفن سيستر بس انه برضه مكان من امتع الاماكن الصدق اللي رحت لها طيب يا عيال اتوقع الى هنا بانهي المقطع ان شاء الله انكم استمتعتم ان شاء الله ان عجبكم الفلوق عجبكم المكان لان المكان زي ما تشوفون مرة جميل ما يمدي اروح للمسافات البعيدة ذيك لانه مرة بعيد ما اتوقع اني بروح لانه ما عندي لياقة صدق لكن ان شاء الله انكم استمتعتم قدر التعب لايك شير كومنت المكان لو عجبكم اكتبوا كلام حلو بالكومنتات تعالوا هنا سنابي وهنا انستغرامي انا النو تويتر اللي تبون تحت الزبدة انكم لا تقصرون معنا بالاشياء الحلوة في امان الله ودعتكم الله ديب. Thank you.
هذا هي اقف عشان اقدر امشي. تطير.